في نهاية كل موسم بتكتشف إن في شوية لعيبة كان عليها تراب نفضته ورجعت تاني تلمع. كان عندهم الموهبة لكن كان محاوطهم التخبط، أو يمكن الظروف، أو يمكن ما كانش فيه المدرب اللي يفجر مواهبهم. النهاردة أنا جاي لك بقايمة غريبة شوية، 5 لعيبة انفجروا من جديد وكانوا مؤثرين بشكل مباشر على فرقهم، وتقدر تقول عليهم كانوا السبب في نجاح الموسم. وزي ما احنا متفقين الترتيب لا يعني الأهمية، فصلي على النبي ويلا بينا. رقم 1، ماركوس راشفورد. راشفورد فضل سنين يعاني في مانشستر يونايتد، والجماهير كانت عارفة موهبته كويس، لكنها كانت مستنية الموهبة دي تنفجر وتأثر بشكل مباشر على مسار الفريق. وبعد سنين من الانتظار حصل اللي كان مطلوب، راشفورد أخيرا انفجر. لعب 35 مباراة في الدوري، سجل 17 هدف وصنع 5، وفي المجمل لعب 55 مباراة، سجل 30 هدف وصنع 11، وكان نجم الفريق على مدار الموسم اللي يقدر يساعده على الفوز بالكاس والتأهل لدوري الأبطال. علشان يبقى راشفورد أول واحد نفض التراب عن نفسه. رقم 2، فريدريكو دي ماركو. دي ماركو من ناشئين الانتر لكن عمره ما خد فرصة كاملة وكان مقضيها إعارات لحد ما سيموني إنزاجي قرر يديله فرصة كاملة في شكل 3-5-2، وعينك ما تشوف إلا النور. في الدوري سجل 4 أهداف وصنع 5، وفي الأبطال صنع 5 أهداف في 10 مباريات، وفي المجمل لعب 49 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 10، وإحنا هنا بنتكلم عن ظهير. الأرقام دي خلته واحد من أفضل الأزهر في العالم الموسم الحالي، وطبعاً أفضل ظهير إيطالي وفي إيطاليا. قيمته السوقية ارتفعت أكتر من 40%، وصل سعره ل 25 مليون يورو. رقم 3، جيرمي فريمبونج. ظهير باير ليفركوزن صاحب ال 22 سنة واللي حاليا بقى مطلوب في 5 أندية كبيرة بعد ما قدم موسم خرافي، مثلا سجل 8 أهداف وصنع 7 في 34 مباراة، وفي المجمل لعب 48 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 11، وتأثيره ساهم إن ليفركوزن وصل نص نهائي الدوري الأوروبي وتأهل للبطولة السنة الجاية، وحاليا قيمته السوقية زادت في سنة واحدة 15 مليون يورو علشان تبقى 35 مليون يورو بعد ما كانت 20 مليون بس. رقم 4، لويس أوبياندا. المهاجم البلجيكي اللي ما كانش حد يعرفه فجأة بقى من أهم اللاعبين في الدوري الفرنسي وهدف لكبار الأندية في أوروبا، وده بعد موسم واحد بس. أوبياندا صنع المعجزة وسجل 20 هدف وصنع 3 في 37 مباراة في الدوري الفرنسي، قاد بيهم نادي لينس اللي محدش برضو يعرفه لوصافة الدوري الفرنسي بفارق 5 نقاط بس عن باريس سان جيرمان، وحاليا هو رابع هدافين الدوري الفرنسي. قيمته السوقية ارتفعت من 7.5 مليون يورو ل 20 مليون يورو. رقم 5، فيكتور أوسيمين. هتقول لي لا استنى، أوسيمين معروف. اقول لك لا، انت اللي ما تعرفش حاجه. أوسيمين لحد الصيف اللي فات كان صفقه فاشله، ونابولي بيفكر في بيعه ومفيش نادي مهتم يشتريه، وكان في تحقيقات ماليه في الصفقه ان ازاي نابولي دفع 75 مليون علشان يشتري ده، ولكن خلاص كل ده انتهى الموسم الحالي. علشان أوسيمين لعب 31 مباراه في الدوري، سجل 25 هدف وصنع 5، وفي دوري الابطال لعب 6 مباريات سجل 5 أهداف، قاد نابولي للفوز بالدوري ووصلهم ربع نهائي الأبطال، وقدم موسم خرافي هو الأفضل في مسيرته لحد دلوقتي. قيمته السوقية صديقي ارتفعت من 65 مليون يورو ل 100 مليون يورو، وبقى في جيش أندية عايزة تشتري. وبس يا سيد، هي دي قيمتنا النهاردة. قولنا بقى أكتر اسم عجبك فيهم، وهل في أسماء ما تقلتش؟ مستنين رأيك في التعليقات. سلام.